يعطيكم العافية جميعا. اليوم الفيديو حنحكي فيه عن التشارجنج والديسشارجنج ديفرنشال ايكويشنز. طبعا معكم الأستاذ غسان خشان. ياريت لتشجعوا القناة لازم تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وياريت تنسوا شي الجرس عشان يصلكم نوتيفيكيشن أول بأول. بالتشارجنج والديسشارجنج كتير تلاميذ بتواجه مشاكل معرفة كيف التعامل مع الديفرنشال ايكويشنز. طبعا الديفرنشال ايكويشنز حنبلش احنا بالتشارجنج. اول شيء كيف نقدر نميز التشارجنج عن الديسشارجنج؟ بالتشارجنج لازم يكون عندي بالسيركت جنريتور، طبعا مع ريزستور وكاباسيتور. طبعا البلس للجنريتور عنده ماكسيموم اي، عم نستخدم احنا طبعا دي سي جنريتور يعني كونستانت فولتج. هنعتبر انه الريزيستنس لهذا الجنريتور صفر، يعني ما في ريزيستنس لهذا الجنريتور. فلنبلش احنا بالتشارجنج او الديسشارجنج، اول شيء هنحط على الارمتشرز تعملوا الكاباسيتورز. البولاريتي عندي هون البلس لاح على الجنريتور، يعني بترجع للجنريتور، والماينس الكرنت هتطلع من الجنريتور وتفوت على الكاباسيتور بتشارجنج. الاي حنتكون هون بهالحالة دي كيو باي دي تي، ولازم تكون الاي بهالحالة بوزيتيف لانه حاخد البوزيتيف دايركشن هو نفسه اتجاه الكرنت. فهي معلومات طبعا تغني لك معلوماتك عن قصة التشارجنج وكيف بدك تبلش. هنستخدم احنا بالتشارجنج لو اوف اديشن اوف فولتج، اللي هو شو بقول؟ يو اي بي ايكوال يو اي سي بلس يو سي بي. المقصود بيو اي بي هو الجنريتور اللي له ماكسيموم اي، اي سي هو الكاباسيتور حسميه انا يو سي، واليو سي بي هو الريزيستور اللي حسميه انا يو ار. يعني بالتشارجنج احنا من هون بنبلش. طبعا لازم نكتب هالتسلسل بشكل سريع، يعني مش ناخذ كتير وقت عليه، بسريع. الاحرف اذا موجودين بنكتبهم، اذا مش موجودين بكون معرف لي شو هي اليو سي واليو ار بالسؤال. وبنبلش كيف نعمل فورميشن للديفرنشال ايكويشن. فحنبلش باول ديفرنشال ايكويشن اللي هي حتكون ان تيرمز اوف يو سي، اللي هي الكلاسيك ديفرنشال ايكويشن او التراديشنال ديفرنشال ايكويشن. فحبلش باللو اوف اديشن اوف فولتج، طبعا كتبته انا هناك مش هرجع اكتبه مره ثانيه هلا. فالفانكشنز الموجودين عندنا بالديفرنشال ايكويشنز هن يعني الفاريبل فانكشنز هن اليو سي يو ار الكيو والاي. الفانكشنز اللي بيكونوا بيشبهوا بعض يعني نقدر نتعامل معهم سوا حتى بالديفرنشال ايكويشنز تاعتهم هن اليو سي والكيو لانهم بروبورشنال، وبنقدر نتعامل بالديفرنشال ايكويشن لليو ار والاي لانهم بروبورشنال. يعني طريقه التعامل مع الكيو واليو سي لاطلع ديفرنشال ايكويشن نفس الشيء، ونفس الشيء هون الاي واليو ار تقريبا حنتبع نفس الاسلوب. فحبلش انا اي ايكوال يو سي زائد يو ار. ممنوع بالديفرنشال ايكويشن يكون هدول الاربعه او اثنين او ثلاثه منهم موجودين هون، ممنوع، خلص واحد بده يكون موجود. مين هو هالواحد؟ انا اخترته هون انه يكون بس مين؟ اليو سي. معناته هذا الشيء لازم ينتقل لهون ونشتغل فيه. هقول له انه يو ار يساوي اي ار، هذا بنحط حده اومز لو وبنبدله، فصار اي equal UC plus IR. قمنا خلصنا من اليو ار، علقنا بمين؟ بالاي. فانا بعرف انه بالتشارجنج الاي تساوي دي كيو باي دي تي. كمان هلا شو نبدل هون، فبصير اي equal UC plus R محل الاي دي كيو باي دي تي. فعلقنا هلا بالكيو، يعني مشكله بالكيو. فعندنا الكيو
هي السي ضرب الفولتج بتاع الكاباسيتور، معناته صار فينا نقول ان الاي تساوي سي دي يو سي باي دي تي، او بنعوضها هون صارت اي ايكوال يو سي بلس ار، ومحل الكيو سي يو سي تطلع السي لبرا، او محل الاي هون فينا نحط سي دي يو سي، يعني تصير ار سي دي يو سي باي دي تي. وما تخاف اذا شفت شكل الديفرنشال ايكويشن بطريقه تانية شفته هيك، لانه احيانا بيعطوك ديفرنشال ايكويشن يعني نوع من التغيير للاسئله انه بيقسموها على ار سي، فبتطلع اي على ار سي تساوي دي يو سي باي دي تي اللي هو قسمنا هون ار سي راحت، بلس واحد على ار سي بي يو سي او يو سي على ار سي. هاي الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن اللي عم ندرس فيها الفاريشن للفولتج الكاباسيتور. النوع الثاني من الديفرنشال ايكويشن، خلينا نمر عليهم على السريع لانه ما لازم كثير نطول عليهم، هذول الديفرنشال ايكويشنز. الثاني هي ان تيرمز اوف كيو. ان تيرمز اوف كيو حبلش من نفس المنطلق تاع التشارجنج اللي هو اللو فاليشن اوف فولتج يو سي بلس يو ار. هون ما في كيو بقلب الايكويشن، فمضطر انا على جنب اخذ اليو سي، اقول له انه الكيو قاعدتها سي يو سي، وانا بدي اشيل اليو سي، فمعناته حقلب الرول حتصير يو سي كيو على سي، وبدي اشيل اليو ار احطه اي ار، والاي هحط محلها دي كيو باي دي تي، فبتصير اليو ار بهالحاله ار دي كيو باي دي تي. حنبدل اليو سي باللي جبناها هون، فحتصير كيو على سي، وحقدر اليو ار الشي اللي جبناه هون اللي هو ار دي كيو باي دي تي. وهيك بتكون خلصت الديفرنشال ايكويشن. عشان نظبط لها هيك الشكل تاعها عشان تطلع تشبه باقي الديفرنشال ايكويشن، حاضربها بسي عشان يروح عند سي، فبتصير اي سي ايكوال كيو بلس ار سي دي كيو باي دي تي. ونفس الحكي على قصة الكاباسيتور، انه احيانا بقسم لي اياها على ار سي، فبتصير اي على ار ايكوال دي كيو باي دي تي بلس واحد على ار سي دي كيو. بس نقسم ار سي سي بتروح مع سي بضل اي على ار. هاي الفيرست اوردر differential equation in Q. It governs or governs the variation of Q. تالت differential equation اللي هي بتاعت ال I أو بتاعت ال UR. بتاعت ال I وبتاعت ال UR لازم يكون فيها خطوة زيادة. فحناخد احنا in terms of I. In terms of, حبلش بنفس الموضوع اللي هو addition of voltage U C plus U R، وأنا بعرف إنه U R على Ohm's law بيساوي I R، بس ال U C في عندي مشكلة هون. يعني إذا قلنا E equal U C plus I R، في عندي مشكلة بال U C، لأنه حيطلع بال U C إذا رجعنا إحنا عملنا derivation I equal D Q by D T U بتساوي C U C، فحيطلع U C يساوي واحد على C integration I D T. يعني في integration، والتلميذ ما بيحب يشوف integration بقلب differential equation لأنه بده يخلص منها بالderivative. فلنخلص من هالمعضل الصغير، يعني اللي هي نفسها، يعني الخطوة نفسها حتى إذا خليت الانتجريشن أو ما خليتها، فبقدر أنا أعمل derivative هون عشان تلقائيا ما يطلع عندي integration. فحيطلع ال e derivative لانه constant صفر، هون حيطلع عندي d u c by d t، وهي حتصير r، وال derivative لل i اللي هي d i by d t. فصار انا بدي اخلص من هذا الموضوع. هلا بنيجي بنخلص منه هون على جنب، بنقول له انه ال i d q by d t، ال q c u c، فبتطلع ال i c d u c باي دي تي. إذا جبنا السي لهي الجهة، بصير اي
على سي هي الديرفاتيف لليو سي، وبناخذها هلا لهون. فبتطلع الديفرنشال ايكويشن النهائيه صفر ايكوال اي على سي بلس ار دي اي على دي تي، وطبعا لنظبط لمنظرها شوي بصير صفر ايكوال اي بلس ار سي دي اي باي دي تي. هاي الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، ان اي فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن ان اي. باليو ار لانها بتشبه الاي فنفس الموضوع، حنشتغل حنعمل خطوة الديريفاتيف لانه لهم علاقة ببعض لانه بروبورشنال. فاذا بدي اياها ان تيرمز اوف يو ار حبلش من نفس المنطلق اي يو سي بلس يو ار، وحاعمل ديريفاتيف لانه هم راح ابدل اليو ار لانه انا بحاجة انها تكون موجودة، فحتصير صفر دي يو سي باي دي تي بلس دي يو ار باي دي تي. وبنيجي على جنب بدنا هذا الموضوع نخلص منه اللي هي اليو سي لانه ممنوع تكون يو سي موجوده، نقول له اي دي كيو باي دي تي اللي حتطلع سي دي يو سي باي دي تي لانه الكيو بتساوي سي يو سي. فبتطلع هون الاي محلها وعندنا يو ار تساوي اي ار، فالاي هي يو ار على ار، نيجي لهون تصير يو ار على ار تساوي سي دي يو سي على دي تي، بنجيب السي على ار سي ايكوال دي يو سي باي دي تي، وهلا صار فينا نحطها هون محل الدي يو سي، فصارت زيرو ايكوال يو ار على ار سي بلس دي يو ار على دي تي. طبعا ضرب ار سي عشان الشكل تاعها، بصير يو ار بلس ار سي دي يو ار باي دي تي. طبعا هاي الديفرنشال ايكويشنز تاعون للتشارجينج، هيك بكونوا خلصوا. طبعا اذا بدكم تعرفوا السوليوشن لكل ديفرنشال ايكويشن وتعرفوا الفاريشن لكل فانكشن بهذا السوليوشن، بحالة اليو سي الفاريشن لليو سي بكون increasing، وهذا الفاريشن هو يو سي ايكوال اي ب1 ماينس تي على الاكسبوننشال ماينس تي على تا، وطبعا هتكون given. بحالة الكيو بتكون الفاريشن لانه بروبورشنال مع اليو سي، فالرسمة نفس الشيء، هاي صفر فعنا طالع الماكسيموم لإله هو سي اي، هذا الماكسيموم كوانتيتي، وطبعا الكيو ايكوال سي اي 1 ماينس تي على تاو. وطبعا اذا بدكم تحطوا محل السي اي هي فينا نحطها كيو ماكسيموم او كيو زيرو اللي هي عبارة عن سي ضرب الاي. وبحالة الاي رسمة الفاريشن للاي الكرنت هتبلش من اي ماكسيموم ديكريزينج للصفر، طبعا اي ماكسيموم هي اي على ار ايكوفلنت. وبحالة اليو ار لانها بروبورشنال مع الاي فحيكونوا نفس الرسمة هي واليو ار، هون عندنا في ار ماكسيموم نازل، طبعا في ار ماكسيموم هو اي ماكسيموم بالار، طبعا بحكم انه احيانا ممكن يكون اكتر من ريزستور واحد، فاذا في ار 1 بتصير اي ماكسيموم ار 1 ار 2 اي ماكسيموم ار 2 ار ايكوفيلنت، تكون في ماكسيموم اي ماكسيموم بار ايكوفيلنت. حنشوفكم بفيديو تاني طبعا عشان نحكي على الديفرنشال ايكويشن على الديستشارجينج، ويعطيكم الف عافيه. تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان نستمر اكتر مع بعض، ويا ريت اذا حدا عنده اي استفسار او اي سؤال يحكي لنا عنه بالكومنت. تصبحوا على خير.